قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فصنائع المعروف تقي مصارع السوء. الذين ينفقون أموالهم في السراء والضراء، فعندما يصيبه الإنسان الضراء عليه أن يتبرع وأن ينفق ماله في سبيل الله سبحانه وتعالى، فيكشف الله عنه هذا الضر. فصنائع المعروف تقي مصارع السوء. فإذا أصيب الجسد الواحد في بعض أجزائه بمرض أو اعتلال فإن الجسد كله يهب لنصرته. أخي الحبيب، إذا كنت تسمعني الآن من غرفة لها سقف يؤويك فأنت في نعمة يفتقدها الملايين حول العالم. وإن كنت تسمعني الآن وعليك ثياب تدفئك أو أمامك مدفأة تقيك برد الشتاء فأنت في نعمة يتمناها الملايين من أهل الأرض ممن يقطرون الخيام. وإن كنت الآن مطمئنا على أهل بيتك وعلى أطفالك أنهم آمنون في فرشهم فأنت أفضل من ملايين حول الأرض ممن هم قلقون على أطفالهم. إخوة لكم في المخيمات لا يجدون ما يحميهم من برد الشتاء وفقد الغذاء، فإن مددتم لهم يد العون كان ذلك شكرا لله عز وجل وحفاظا على الدوام النعم التي أنتم فيها وأمانا من زوالها. وقليل من عبادي الشكور، ألا تحب أن تكون من القليل الذين أثنى الله عليهم بأنهم شاكرون؟ إذن اجتهد في أن تخصص جزءا من مالك لمساعدة محتاج لا يجد في برد الشتاء ما يدفئه. كونوا عونا لإخوتكم الذين يفترشون الأرض ويلتحفون السماء. أيها الإخوة الكرام، مفاتيح رحمة الله تبارك وتعالى نحن الذين نصنعها. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. ما أحوجنا إلى أن يناصر بعضنا بعضا في هذه الحملة. بردان غطيني. كونوا مع من يسعى لرفع البؤس عن إخوتكم في مخيمات النازحين، ولا سيما مؤسسة رحمة حول العالم. كونوا مع مؤسسة رحمة حول العالم في حملة الشتاء غطيني بردان.